نرجع مع حضراتكم لاخبارنا، واحنا يمكن تدينا حلقه بمجموعه من العناوين، بس قبل ما ندخل في تفاصيل الاخبار النهارده في ماتش مهم جدا يا ساره. انا عارف انك انت قلبك يميل الى البايرن وعقلك يميل الى ليون، ولا العكس صحيح؟ بايرن بعد اللي عمله لا قلبي ولا عقلي هيملوا له يا احمد خلاص بعد ما برشلونه خرج من لكنه مرشح بقوه النهارده طبعا. طبعا هو الاقوى طبعا. لكن المباراه مش محسومه، يعني ناس كتيره جدا تفتكر بعد السكور التقيل اللي عمله البايرن مع برشلونه انه خلاص تقريبا بايرن حاطط رجله في النهائي، لكن ليون ويمكن اثبتها في اكثر من مناسبه، فرقه مش سهله على الاطلاق. حتى النهارده تصريحات مانويل ناير حارس مرمى بايرن ميونخ بيتكلم على انه احنا بالنسبه لنا مباراه صعبه ومباراه مصيريه، وبينظروا لليون على انهم